بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول للإعداد، إن شاء الله النهاردة معانا مراجعة شاملة على الفوكاب على الكلمات، ولكن إن شاء الله هنقسمهم على حلقتين. معانا النهاردة حلقة من 110 أو 115 سؤال بالنسبة للأسئلة الخاصة بالفوكاب أو الكلمات المنهج. إن شاء الله هنتناول سؤال الاختياري اللي إن شاء الله هيجي لنا في الامتحان على 4 حلقات، ودي الحلقة الأولى معانا أسئلة على الكلمات. طبعا الأسئلة اللي معانا مترجمة للعربية وهنقرأها مع بعض، وإن شاء الله تتلاقوا الرابط أسفل الفيديو، الرابط أسفل الفيديو رابط المجموعة اللي ممكن، أو مجموعة اسمها English for All، ممكن ننزل من عليها المذكرة وبعدين نذاكرها كويس في البيت. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا رب النجاح والتوفيق للجميع. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة للسؤال معنا، choose the correct answer from A, B, C or D، يعني هنختار من ايه، من 4 خيارات. number one، fathers, brothers and uncles. fathers الأب، الأخ طبعا، الآباء، الأخوات، الأعمام. are space members in our family are female يعني أنثى، male اللي هو الذكر، email اللي هو الإيميل اللي بنرسله، male طبعا هنا male male اللي هو الذكر. fathers, brothers and uncles are male. female يعني أنثى، is the opposite of عكس أنثى إيه، male. male يعني ذكر، يبقى female is the opposite of male. your sister is your parents' daughter. أختك تبقى مين؟ تبقى ابنة والدك. parents' daughter. your sister is your parents' daughter يعني ابنة آباء والدك. your brother أخوك is your father's son. your brother أخوك is your father's son. أخوك يبقى ابن والدك، أخوك اللي هو البرادر الأخ، is your father's son يعني ابن باباك. your dad and mom والدك ووالدتك، sisters أخوة أو أخت باباك أو أخت مامتك، is your aunt اللي هي عمة أو خالة، يبقى your dad and mom's sister is your aunt. my father's brother is my uncle. my father's brother is my uncle يعني أخو والدي، أخو والدي اللي هو مين؟ اللي هو عمي، يبقى أخو والدي اللي هو uncle is my uncle يعني عم. your space is your parents' daughter ابنة والديك اللي هي أختك، يبقى your sister، your sister اللي هي أختك، is your parents' daughter، is your parents' daughter يعني ابنة والديك. your mom يعني مامتك، or dad's mother. your mom يعني مامتك، or dad's mother أو أم باباك أو أم مامتك، is your grandmother. مرة تانية، your mom or dad's mother أم والدك أو أم والدتك، is your grandmother اللي هي الجدة. your mom and dad are your space. والدك ووالدتك يبقوا لك ايه، parents أو parents اللي هم الوالدين، يبقى your mom and dad are your parents. your aunt and uncle's child is your aunt and uncle's child ابن عمك أو ابن عمتك أو ابن خالك أو بنت خالك، طبعا بنسميه cousin، cousin اللي هو ابن العم أو ابن الخال أو ابنة، يبقى cousin، يبقى your aunt and uncle's child. your aunt and uncle's child is your cousin اللي هو ابن العم. reading is my favorite. طبعا reading القراءة دي هواية، يبقى reading is my favorite hobby. reading is my favorite hobby. my favorite space is football. طبعا الفوتبول كرة القدم، sport. my favorite sport is football. my favorite sport is football. these brothers are the same age. they are twins. these brothers الأخوان are the same age طبعا نفس العمر، يبقى they are twins. twins يعني يعني توأم، يبقى the same age نفتكرها في الامتحان، كلمة the same age نفس العمر، يبقى نقول twins.
نفتكرها عندنا بيك ايه؟ نفتكرها عندنا the same age. أسماء and إسراء look like each other. أسماء وإسراء شبه بعض. Each other they are twins. يعني هم توأم. يبقى مرة تانية. أسماء and إسراء look like each other. They are twins. يعني هم توأم. Your parents, brothers and sisters are called your family members. Your parents الوالدين. Brothers الأخوات. Sisters الأخوات البنات. دي الأخوان ودي الأخوات. Are called your family members. يعني أعضاء أو أفراد أسرتك. أفراد العائلة أو أعضاء العائلة. Do you space swim swimming after school? Do you go swimming? طبعا الألعاب اللي فيها ing بيجي معاها go. الألعاب اللي فيها ing بيجي معاها go. Do you go swimming? Do you go swimming after school? I like listening to music. I like listening to. طبعا هنا I like listening. طبعا بحب استمع الى ايه؟ لتشيس الشطرنج، الباسكت بول كرة السلة، الميوزك السويمنج السباحة. طبعا ميوزك listen to music يستمع الى الموسيقى. My aunt is a teacher. She works at school. My aunt is a teacher. يعني عمتي او خالتي معلمة. يبقى هي بتعمل فين؟ في السكول المدرسة. يبقى she teacher school. علي does voluntary work. عارفين ان كلمة voluntary work بيجي معاها do، ولكن عشان علي يبقى ايه؟ does بالpresent simple المضارع البسيط، بنضيف للفعل s او es او ias مع الفاعل he وshe وit او ضمير الغائب he وshe وit او الاسم مين؟ المفرد. يبقى علي does، علي does voluntary work. Space work is the space work is the work you do for no money. عمل بتقوم به for no money بدون مال. ده اللي هو مين؟ voluntary work. voluntary work العمل التطوعي. is the work you do for no money. is the work you do for no money. يعني بتقوم بتعمله من غير ما تحصل على مال. he plays the piano in a famous band. He plays the piano in a famous band. هو عزف الموسيقى in a famous band في فرقة موسيقية. He plays the piano in a famous band. Band يعني فرقة إيه؟ فرقة موسيقية. Space my parents are teachers. Space my parents are teachers. Both my parents طبعا الوالدين كلاهما، وكلمة كلاهما معناها both. يبقى both my parents يعني كلا الوالدين are teachers معلمين. Space Homer and Ahmed are my friends. Both Ahmed and Homer. ممكن يقول له الجملة الأولى أو الجملة الثانية اللي جينا في الامتحان. يبقى both يعني كلا، both يعني كلا من أو كلاهما، كلا من عمر وأحمد are my friends يعني أصدقائي. My friend is called علي، يسمى علي. صديقي بيسمى أو إيه أو يدعى علي. يبقى is called يعني يسمى أو يدعى. My father speaks football matches on the radio. يعني إيه؟ طبعا بيستمع إلى المباراة كرة القدم أو المباراة في الراديو. يبقى listen to. My father listens to. listens to يعني يستمع إلى. My father listens to football matches on the radio. Any space is a child with no father or mother. And orphan. An orphan اللي هو اليتيم. An orphan is a child يعني عبارة عن الطفل with no father or mother. يعني لا له لا أب ولا إيه ولا أم. You can get milk and cheese from a. بنحصل على اللبن والجبنة من مين؟ from a goat. You can get milk and cheese from a goat. You can get milk and cheese from a goat. A space is a room at the top of our house. A space is a room at the top of our house. يعني حجرة في أعلى المنزل. طبعا attic. Attic يعني صندرة. يبقى an attic. An attic يعني الصندرة. Is a room عبارة عن حجرة. At the top of our house. في أعلى المنزل. A space is very high. A space is very high. A mountain. A mountain اللي هو الجبل. A mountain is very high. الجبل عالي جدا. A mountain اللي هو الجبل. Cairo and Alexandria. القاهرة والأسكندرية are big cities. طبعا القاهرة والأسكندرية مدن. يبقى Cairo and Alexandria are big cities.
Cairo and Alexandria are big cities. Species are animals that like sheep. Species are animals يعني عبارة عن حيوانات that like sheep مثل اللي هو مين أو شبيهة بالإيه بالخروف طبعا اللي هي الجوتس. معروف إن الماعز شبه الأغنام يبقى goats الأغنام goats اللي هو الماعز are animals عبارة عن حيوانات that like sheep شبيهة بالشيب اللي هو الخروف. I usually help at home طبعا كلمة منزل help at home expression عندنا في المنهج help at home I usually help at home. Suha isn't making a video call but she is talking to her friends. يبقى اسمها ايه make a video call عندنا expression في المنهج كده make a video call فسuha isn't making a video call. Suha isn't making a video call. His friend is very good at sports طبعا الألعاب الرياضية والمواد الدراسية والهوايات بيجي معاها at good at أو bad at. يبقى مرة تانية عندنا his friend is very good at sports. His friend يعني صديقه is very good يعني شاطر جدا at sports في الرياضة. Last week الأسبوع الماضي I had a lot of space during park. Last week الأسبوع الماضي I had a lot of adventures يعني مغامرات in Dream Park في جزيرة في حديقة الأحلام. يبقى last week I had a lot of adventures يعني مغامرات. A space is a place عبارة عن مكان with lots of shops and houses بيوجد فيه الكثير من المحلات والhouses المنازل طبعا اللي هو مين اللي هي city. City يعني مدينة. يبقى city المدينة is a place with lots of shops فيها الكثير من المحلات and houses والمنازل. He was late but he could space the plane. He was late هو متأخر but he could catch the plane. But he could catch the plane. He was late يعني متأخر but he could catch the plane. He goes to the space on Mondays and he catches a plane to Paris. He goes to the airport. He goes to the airport يعني راح أو ذهب للمطار on Monday on Mondays في أيام الاثنين and he catches a plane ولحق بالطائرة to Paris لباريس. يبقى الطائرة تبقى إيه airport. Airport يعني مطار. أما station طبعا ده club ودي school اللي هي المدرسة. It is based about 30 minutes. I come by bus. It takes about يعني it takes يعني بتستغرق. استغرق 30 دقيقة. I come by bus. أنا جيت بالباص. يبقى it takes يستغرق. Egypt, Morocco and Iraq are Arab countries. طبعا Egypt, مصر, المغرب, العراق كلها دول. يبقى Egypt, Morocco and Iraq are Arab countries. دول عربية. We can space a video call to our cousins in England. We can make a video call. قلنا make a video call يعني يقوم باتصال فيديو. Make a video call. يقوم باتصال فيديو. Make a video call. Babies don't like to be space from their mothers. Babies don't like to be away from. Away from كده expression عندنا. Away from بعيدا عن. البيبيز الأطفال الرضيعة don't like لا تحب إن هي تبتعد عن إيه their mothers أمهاتها. He is a man with three children. He is a man يعني هو رجل وليه ثلاث أولاد. He is a man with three children. He is a man with three children بثلاث أولاد أو مع ثلاث أولاد. A busy person is always doing something. A busy person الشخص المشغول دايما بيقوم بعمل شيء. A busy person is always doing something. Doing something يعني يقوم بعمل شيء. A busy person is always doing something. حسام is busy very hard to stay strong. حسام trains hard. حسام trains hard. Trains very hard. حسام بتدرب بجد to stay strong عشان يظل قوي. حسام trains very hard to stay strong. Her dream is to go to the space. She is a gymnast. Her dream is to go to the Olympics. Her dream يعني حلمها is to go to the Olympics إن هي تذهب للأولمبياد. She is a gymnast يعني هي لاعبة جمباز. She is a gymnast يعني لاعبة جمباز.
athletes work hard to speed their studies and sports. athletes اللي هم لاعب القوى work hard بيعملوا بجد to balance يعني يوازنوا their studies بين دراستهم and sports والرياضة. يبقى athletes يعني اللي هم لاعب القوى work hard بيعملوا بجد to balance. قلنا balance يعني يوازن. balance يوازن their studies دراستهم and sports. I don't have time to meet عمر. I don't have time. أنا ما عنديش وقت أقابل فيه عمر. I am too busy. يعني أنا إيه؟ I am too busy. يعني أنا مشغول. I am too busy. يبقى عندنا كلمة busy يعني مشغول. يبقى number sentence تاني. I don't have time to meet عمر. I don't have time. أنا ما عنديش وقت to meet عمر. I am too busy. يعني أنا مشغول. حبيبة مرزوق wants to space her dreams and go to the Olympics. طبعا حبيبة مرزوق wants to achieve her dreams. يعني عايزة تحقق أحلامها. dreams أحلام. يبقى achieve dreams. achieve dreams. يعني يحقق أحلامه. حبيبة مرزوق is a top gymnast. يعني لاعبة جمباز. حبيبة مرزو is a top gymnast يعني لاعبة جمباز in Africa. لاعبة جمباز فين؟ في أفريقيا. Basil eats well because gymnastics is a difficult sport. طبعا هنا رياضة، فالرياضة اللي هي الجمباز نفسها اللي هي gymnastics. يبقى Basil eats well بياكل أو بيتغذى جيدا because gymnastics لأن لعبة الجمباز is a difficult sport يعني لعبة شقة. We should eat space food. طبعا we should eat healthy food. يعني ايه healthy؟ يعني صحي. We should eat healthy food. يبقى الفود الطعام healthy food. My father has a very space life. He works 16 hours a day. My father has a very busy life. يعني busy life يعني حياة مشغولة. My father has a very busy life. يعني والدي حياته مشغولة. He works 16 hours a day. بيعمل 16 ساعة في اليوم. He works 16 hours a day. He studies hard so that he can get high marks. So that يعني لكي. عندنا so that بيجي وراها sentence جملة فاعل وفعل. لكن عندنا to دي بيجي معاه الانفينيتيف مصدر الفعل. To دي بيجي وراها الصفة فقط. Too hard, too difficult. وطبعا because بيجي وراها sentence بس أنا بعبر عن إيه؟ عن الغرض. He studies hard. هو بيعمل بجد أو هو بيدرس بجد. To ممكن to so that ولا because. قلنا so that. So that يعني لكي. So that يعني لكي. He can get high marks. هو أو لكي يحصل على أعلى الدرجات. She wants to stay strong. She wants to stay strong. Stay strong يعني يبقى قوي. Stay strong ده expression على بعضه نحفظه. She wants to stay strong. She wants to stay strong. يبقى قوي. Cairo is the capital of Egypt. Cairo is the capital of Egypt. القاهرة عاصمة مصر. Cairo is the capital of Egypt. My space is to a famous player. My dream. Dream يعني حلم. حلمي إن أكون لاعبة مشهورة. My dream is to be a famous player. My dream is to be a famous player. When we hear the bell, we go to the school hall. When we hear the bell, لما بنسمع الجرس, we go to the school hall. بنذهب إلى فناء المدرسة. When we hear the bell, لما بنسمع الجرس. Space is the subject for learning about cooking and skills for the home. طبعا home economics. Home economics الاقتصاد المنزلي. Home economics الاقتصاد المنزلي عبارة عن المادة اللي بنتعلم فيها الطهي ومهارات المنزل. Cooking and skills for home. Cooking and skills for home. We have three lessons after break. We have عندنا ثلاث حصص after break يعني بعد الفسحة. اسمها after break بعد الفسحة. We paint and draw in art lessons. We paint يعني احنا بنلون وبنرسم. in art lessons في حصص الرسم. we paint and draw. it's quarter to 11. it's quarter to 11 يعني الساعة 11 الا ربع. quarter to طبعا half دايما بيجي معاه بسط وما ينفعش كلوك مع تو وتايم ما تنفعش. يبقى دايما it's quarter to او it's quarter past هي اللي بتقبل تو وبسط.
لكن دول دي بيجي معاها هاف باست، اما ديت الساعه 6 7 اوكلوك على طول، اما دي لما نسال عن التايم نفسه وات تايم از ات فور اكزامبل، يبقى اتس كوارتر 2، اتس كوارتر 2 يعني الساعه 11 الا ربع. وي ليرن اباوت نمبرز، بنتعلم عن الارقام ان ماث في الرياضيات. وي ليرن اباوت نمبرز ان ماث، وي ليرن اباوت نمبرز ان ماث. You can know everything about countries, seas and rivers. بنعرف كل حاجة عن الدول والبحار والأنهار. In social studies. Social studies اللي هي دراسات اجتماعية. What time does the English lesson start? It starts at 10. طبعا الساعة بتسبق بحرف الجر at. It starts at 10. يبقى what time does the English lesson start? It starts at 10. Space means usual. Space means usual اللي هي typical. Typical يعني نموذجي. Typical means usual. Typical means usual. Typical يعني نموذجي. Means usual يعني بتعني ايه حاجة معتادة. English is my favorite subject. English is my favorite. Favorite يعني مفضل. English is my favorite subject يعني المادة المفضلة. You can look at the timetable to know how many lessons you will have today. You can look at the timetable. يجب أو يمكن أن تنظر في timetable جدول الحصص to know how many lessons you will have today عشان تعرف عدد الحصص اليوم. يبقى you can look at the timetable جدول الحصص. On school days في أيام المدرسة I get up early at half past six. On school days في أيام المدرسة I get up أنا بستيقظ early مبكرا at half past six في الساعة السادسة ونصف. The students always play during the الأولاد دايما بيلعبوا فين during the طبعا break اللي هي الفسحة. يبقى the students always play during the break. Break اللي هي الفسحة. Number 71. They use a space to go to school because there is a lake. They use a canoe. Canoe يعني قارب. طبعا بيستخدموا القارب عشان يذهبوا المدرسة because لأن there is a lake يوجد بحيرة. بدل في بحيرة أو في ماء يبقى يستخدم الكانو اللي هو القارب الصغير. Some children in Uganda بعض الأطفال في أوغندا go to school in a canoe. كلمة كانو بيجي مع حرف الجر in. Some children in Uganda go to school in a canoe. طبعا إن بتيجي مع car ومع taxi ومع canoe. Car, taxi, canoe. Students should follow the school rules. Rules يعني قواعد. Students التلاميذ أو الطلاب يجب إن هم يتبعوا قواعد المدرسة. Should follow the school rules. He goes to school by bike. He likes cycling. He goes to school by bike. بيذهب للمدرسة by bike بالدراجة. He likes cycling. بيحب ركوب الدراجة. يبقى he goes to school by bike. He likes cycling. Planes, trains and cars are means of transport. Planes الطائرات. Trains القطارات. And cars والسيارات are means of transport يعني وسائل نقل. طبعا كلها وسائل نقل فكلمة means of transport. Means of transport وسائل نقل. Pupils wear school uniform. Pupils التلاميذ بيرتدوا الزي المدرسي. Pupils wear school uniform. Pupils wear school uniform. التلاميذ wear بيرتدوا school uniform الزي المدرسي. It's safe to cycle to school. It's healthy to cycle to school. It's healthy يعني صحي ان انت تركب الدراجة to school للمدرسة. It's healthy to cycle to school. Egypt is the most important country in Africa. Egypt يعني مصر. Is the most important country. طبعا مصر دولة فدولة يعني ايه country. Egypt is the most important country. Space Nasser in Aswan is full of many kinds of fish. طبعا اسمها ايه Lake Nasser. Lake Nasser يعني بحيرة ناصر. Lake Nasser in Aswan بحيرة ناصر في أسوان is full of many kinds of fish.
full of يعني ممتلئة بالأسماك الكثيرة. Where the boy live in the USA, there is a lot of space in winter. Where the boy lives. المكان اللي الولد بيعيش فيه في الولايات المتحدة there is a lot of snow. يوجد فيه a lot of snow اللي هو الجليد. الجليد اسمه snow. A lot of snow يعني الجليد الكثير في فصل الشتاء. A space is used for traveling when there is snow. A space is used for traveling. طبعا snow mobile اللي هي عربة السلك. A snow mobile is used for traveling when there is snow. When there is snow لما يكون في جليد. يبقى snow mobile. Snowmobile is used for traveling when there is snow اللي هي عربة التلج. نفتكر snow مع snowmobile. Snowmobile. I arrived in Spain. طبعا الدول بيجي معاها in. I arrived in Spain. I arrived in Spain. The children in the USA travel to school on a snowmobile. The children الأطفال in the USA في الولايات المتحدة travel to. Travel يعني يسافر إلى. Travel to school. Travel to school يعني بيسافروا للمدرسة. Travel to school on a snowmobile. طبعا هنا ناخد بالنا travel to. The roads in big cities are always too busy. The roads الطرق في المدن الكبرى are always too busy. Busy يعني مزدحمة. The roads in big cities are always the roads in big cities are always too busy. يعني دايما بتكون مزدحمة. My father takes me to school every day. My father drives me to school every day. Drives يعني يوصلني بالسيارة. Drives معناه يوصل بالسيارة. My father drives me. My father drives me to school يعني بيوصلني بالسيارة كل يوم. We always follow school rules. We always follow school rules. يعني احنا دايما بنتبع قواعد المدرسة. follow the rules. follow the rules دايما follow بيجي معاه rules يعني يتبع القواعد. WB some children in Egypt cycle school. طبعا طبعا ده من كتاب او student book. WB او الورك بوك. يبقى السؤال بيقول لنا some children بعض الأطفال. السؤال some children in Egypt cycle to school. cycle to. cycle to يعني يركب الدراجة إلى. يبقى some children in Egypt cycle يعني بيركبوا الدراجة to school إلى المدرسة. The trains اللي هي القطارات are slow but buses are. The trains القطارات بطيئة ولكن الباصز are إيه؟ طبعا عكسها quick. quick أو fast. يبقى the trains are slow. القطارات بطيئة. يبقى الباصز لكن للتناقض يبقى أنا هجيب إيه؟ هجيب العكس. العكس اللي هو quick هنا في the choice. ممكن يبقى fast وممكن يبقى quick. We never say unkind things. نحفظ الإكسبريشن ده عندنا. Say unkind things. Say unkind things يعني يقول أشياء غير عطوفة. We never say unkind things to each other. We never say unkind things to each other. طبعا say unkind things يقول أشياء غير عطوفة. They always wear the school uniform. They always wear دايما بيرتدوا. Wear يرتدي. They always wear the school uniform. دايما بيرتدوا الزي المدرسي. علي usually arrives at school at 7:15. علي usually arrives at school. علي usually arrives يعني يصل إلى المدرسة. علي usually arrives at school. When does the train arrive? When does the train arrive? طبعا هنا ما فيش حرف جر. When does the train arrive? No preposition. No preposition يعني بلا حرف جر. Our English teacher always asks us to do project. يبقى do projects يعني ايه؟ نقوم بعمل مشروعات. Our English teacher always asks us to do projects يعني نقوم بعمل مشروعات. Projects بيجي معاها do project. Do project يعني نقوم بعمل مشروع. My brother is quite short. Quite اللي هي quite. quite اللي بتيجي قبل الصفة إلى حد ما قصير. يبقى my brother is quite. quite إلى حد ما. لكن quite الأولى اللي هي هادئ بتساوي calm. quit يعني يغادر بتساوي leave.
كوت يعني كوتيشن أو كوت يعني جاء من اقتباس. يبقى هنا quite quite إلى حد ما. English is the language of England. English الإنجليزية هي لغة بريطانيا أو إنجلترا. English is the language يعني الإنجليزية لغة إنجلاند اللي هي إنجلترا أو بريطانيا. My father always has a shower. Have a shower أو has a shower. طبعا عشان عندنا my father يبقى has. My father always has a shower. يبقى كلمة shower بيجي معاه has. Has a shower. Has a shower. My mother always advises me not to study in bed. Study in يعني ذاكر في الفراش. يبقى not to study in bed. Not to study in bed. Amira likes music but she isn't good at it. Amira likes music. Amira بتحب الموسيقى. ناخد بالنا من السنتنس دي. Amira likes music. هي بتحب الموسيقى. But she isn't good at it. ولكنها ليست جيدة فيها. يبقى هي بتحبها بس مش شاطرة فيها. What do you do? طبعا الويكند at the weekend. What do you do at the weekend? What do you do? طبعا كلمة weekend بيجي مع حرف الجر at. What do you do at the weekend? My father works with computers. Work with يعني يعمل بي. My father works with computers. بيعمل مع أجهزة الكمبيوتر. My father works with at the weekend. Works with كحروف الجر. محمد صلاح is very friendly. محمد صلاح is very friendly. محمد صلاح ده friendly يعني ودود. And he always talks to his fans. Fans يعني معجبين. يبقى محمد صلاح is very friendly يعني ودود. And he always talks to his fans وبيتكلم مع معجبينه. A baby bird اللي هو الطائر الصغير is very weak يعني ضعيف جدا. It can't fly for many days. ولا يستطيع الطيران لأيام عديدة. يبقى a baby bird is very weak. A baby bird is very weak. It can't fly. لا يستطيع الطيران for many days. محمد صلاح is a kind person. He gives money to the poor. محمد صلاح is a kind person. يعني شخص عطوف. He gives money. بيوهب أو بيعطي ماله للفقراء. يبقى gives money to. Gives money to. Rami is a good player. Rami is a good player. يعني لاعب جيد. He scores many goals. عشان هو good يبقى scores. يبقى Rami is a good player. Good player يبقى scores. بيحرز أهداف. نفتكر good players بسكورز. I can't see. طبعا can't see لا يستطيع ان هو يرى. يبقى I need to wear a glasses. محتاج ان انا ارتدي نظارة. I can't see. I need to wear glasses. Wear glasses يرتدي نظارة. محمد صلاح is an Egyptian sports star. Sports star نجم رياضي. طبعا الاس من غير ابوستروف عادي لان الرياضي هنا adjective صفة. لاعب أو نجم رياضي. محمد صلاح is an Egyptian sports star يعني نجم رياضي. He is very famous يعني هو مشهور جدا. Her isn't straight. شعرها ليس her isn't straight. شعرها ليس منسدل. It's curly يعني مجعد. يبقى isn't straight. Isn't straight يبقى curly. Isn't straight يبقى إيه curly. ليس منسدلا يبقى curly. Can you tell me more about his features? Can you tell me ممكن تخبرني عن his features عن ملامحه. يبقى الملامح features. Can you tell me about his features يعني عن الملامح. My grandfather has got a big white mustache. Mustache يعني شارب. My grandfather has got a big white mustache. Mustache يعني شارب. A plain طبعا mustache اللي هو الشارب. وفي عندنا اللي هو البيرد يعني اللحية. لكن هنا بقول لنا my grandfather has got a big white يعني بيمتلك ايه بيضة كبيرة. smile ابتسامة ولا ورك عمل ولا مستيتش يعني شارب.
A plane is very space. It can go up at 900 kilometers per hour. طبعا a plane الطائرة is very fast يعني سريعة جدا. A plane is very fast. الطائرة سريعة جدا. It can go at 9 kilometers per hour. My arms are weak. My arms are weak. يعني الذراعين بتوعي weak ضعيف. So I can't pick up that box. Pick up يلتقط. Pick up. يبقى عشان حرف الجر up. Pick up يلتقط. My arms الذراعين are weak ضعيفة. So I can't pick up the box. I can't pick up the box. How space is the Cairo Tower? It's 187 meters. How tall? طبعا الكايرو تاور برج القاهرة. يبقى كم طوله؟ كم طوله يعني ايه؟ How tall؟ ممكن اقول how tall او how high. How tall او how high. ولكن ما عنديش high بس عندي طول. طول او ارتفاع. يبقى how tall is the Cairo Tower؟ طبعا طول. طول بتقص الطول بالارتفاع. اما long بتقص الطول بالعرض. يبقى how tall is the Cairo Tower. Camels are very strong. They can carry 200 kilometers of bags. Camels اللي هي الجمال are very strong. Are very strong يعني قوية جدا. They can carry ممكن تحمل 200 kilometer kilos of bags. 200 kilos of bags يعني يشتلوا حقيب أو حقائب وزنها 200 كيلو. The Queen of England is very space. She has got many houses. طبعا ملكة انجلترا مالها is very rich لان عندها او تمتلك many houses. يبقى many houses يبقى معنى كده ان هي rich. Good has got يمتلك. يبقى عندها many houses يبقى rich. يبقى the Queen of England is very rich. The Queen of England is very rich. She has got many houses. I am not good at running. I am very slow. I am not good at running. أنا لست سريعا. I am very slow. يعني أنا بطيء. I am not good at running. I am very slow. A giraffe is a tall animal. A giraffe. الزرافة is a tall animal. يعني حيوان طويل. A giraffe is a tall animal. يعني حيوان طويل. Nader always talks nicely to people. He is very friendly. Nader always talks nicely to people. Nader دايما بيتكلم بطريقة كويسة مع الناس. He is very friendly يعني ودود. يبقى عندنا هنا نادر talks nicely يبقى friendly. Talks nicely يبقى friendly. وعندنا الجيراف بتعرف ان هي طول. الجيراف الزرافة طول يعني طويلة. My grandma جدتي sometimes gives me a present. She is kind. الجملة دي مرة تانية. My grandma جدتي sometimes gives me presents. Give presents يبقى give presents نقول kind. لكن talks nicely نقول friendly. مرة تانية لما يجينا ناخد بالنا من الجملتين دول لأنهم متقاربين. يبقى talks nicely friendly. Gives presents kind. We can give money to help poor people. We can give money. ممكن نعطي المال لمساعدة الفقراء. We can give money to help poor people. A sensible person. الشخص السنسبل. الشخص اللي هو العاقل. Makes good decisions. Makes good decisions. مرة تانية. A sensible person. A sensible person. الشخص اللي هو sensible يعني حكيم. A sensible person makes good decisions. Makes good decisions يتخذ قرارات جيدة. جيدة. يبقى مرة تانية معانا 120 جملة لحد الآن. وإن شاء الله نستأنف أو نكمل في الفيديو القادم. يبقى احنا وصلنا لعند رقم 120 جملة. ولستنى إن شاء الله كمان حلقة على أسئلة مين؟ على أسئلة الكلمات أو اختيار الكلمات. A sensible person آخر جملة معانا. الشخص العاقل makes good decisions. Makes good decisions. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. ياريت اللي عجب الفيديو طبعا يشترك معنا في قناتنا ويعمل لايك. وعايزة أشوف إن شاء الله كلكم ذاكرين كويس. وبالتوفيق والنجاح للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.